نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ومجلس كي لبعض كم دها مجالس كشف النقاب عما في محاضرة الاتحاد من التلبيسات والأكاذيب. وعن الله سبحانه وتعالى كرجين إياه إنه إن وافتيه إلى الصواب من القول والعمل فإنه هو الموفق. أيها الإخوان في الله، وعن شلي وحكت الماني الرد على المخالف تأصيل كيسة إيئين ويهاي شيء أصل كله في الكتاب وفي السنة. وحن نتوقع أن بعض أقوال أهل العلم والإيمان في هذا الباب إنك وصيدا ما يسترين وحويها الأصل في الرد اللين إلا إذا دعت الحاجة إلى التخشين. يعني وحويها أصل كالرد إلا الدبعيو وصير رفقي إيه وحويا دبع سناني أي كتر توح لورديو إلا إن حاجة إيا باهد كان ستمو إيانا إلا أدكيه. يعني أصلك وأرف، لكن عنصك وحلو إيشا عند الحاجة ولزوم الأمر. هذه الشدة وحوي مدان معنه دو أهين ولاء للكفار. يعني قفة مسلم كأس مركي حاجة كان ستسيء أبق إن لو رديو معنى هذا معها إن ولا لسينا يقال هذا ويقال لك عليها لبك لازم يمعها، بل وحوي براء هذا قال هذا اللي قدري هاي إيا محبب الله قبقفك مسلم كا هي التي تستدعي أن تشدد عليه الرد أحيانا. إذا كان سنس أحيانا إن أتكو أتكا أتولى لك لحيس على أتكا قد تأوذي. وعو ربي سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحنا في رب وضع بالتي هي أحسن طريقة وناك تنعي وهو وناك قبضاً لك. ولذا أفعل التفضيل أي الله قاعد بري سأقول حسنك إيه وناك قبضاً لك. وحكمة علماء كتل المامين إلى يسهي اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة. يعني إلا دبعتنا هذا مقامك كان سنية إلا دبعتنا هذا لا أتكاده مقامك الشدة هي عنفك أباها كان سنية. وحو ربي لي فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يضل له الله موسى وهارون أيا وحل لي وحد قتل أهدا فرعون ونك إله لماذا شاكتي أنا ربكم الأعلى. وحد قتل أهدا هدا دبعتا وحضر أركائن وأنتوبه أما سوي لها يكبقه. يعني ودرسي ذاتك دعاء يا أهل العلم لابقى يو إلى قيام الساعة إن ذاتك مدعوين تاه لو دبعتنا هذا. إمام مسلم وحو صاري حديثك صحيحة النبي قلها صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. يعني دبعتنا أنت إينا حريص معها تشي إلا ويقي ميساء ميزاني وذنبي أياشا لقم نسيب شيء إلا وحويا ويق ميساء وناق يميز لها أي أويا شيء. ولا ليال هدين أغاني إن أصلك يهي الرفق في الدعوة إلى الله. وحيضنا هبون إلينا الموغنان أن المنكر إذا كان لا يغير إلا بنوع من الخشونة فلا بأس باستعمالها. منكرك هدي أي سورتوبي ويدو إن لقد دوري إلا نوع أتكان إيعن في كتر موية سكل اللوزولين وايو بأس إيا دباتا ماله إلا استعمال خشونة إيا أضيك. ولو كان ذلك مع المسلمين هذا النقض خشونة إيا عنفك عدة الله استعمال إيا ضدك المسلمين تابها النقضان حتى هديهم ضدك المسلمين تابها فلا بأس باستعمالها.
ألا ترى أن الله أباح القتال لذلك وليس فوق القتال خشونة؟ فقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ميانا أركين إن إلهي سبحانه وتعالى أبنيي بقالك ضد مسلمين الله لدى قال لما يأبنيي بقالك أبكان كسر ريسانا ما بشرته، يعني عنفك أغسر ريا ومقاتلة إلا لدى قال لما قفت ما كتاسا إلهي بنيي ضدك عيهين ضد أهل الإيمان ورجو وحول جل شأنه هذه الله بقوله وضدك مؤمنين تكمده أي دريران هشيسية ويسكس وشي ضدك أهل الإسلام، لكن هذه اللوادي قلوا متكود أي كقر دروتا تيكا لا لدقا لما تنقردرا إلا أمرك إلهي وصول قلوا مركا. هذه الفئة الباغية إيقو مسلمين أو أن قالوا بن أي هدنا لبنيي إن لدقا لما إلا أنت يصول قلوا يان ديوانت قران كرتا قتال عنف كسر ليا بين مجرم وأعلى العنف وأن لبنيي مع المسلمين. وقد يشتد المؤمن على أخيه في الإنكار أكثر منه على عدوه قفك مسلم فيه ولا الكيبو كؤت كان كراسي كأبق سيدا قفك قال كاولا معاملوني في بعض الأحيان، يعني وإن الفقه يفهم كأضيالتا إن في بعض الأحيان ولا الكأت كأت كان كرتو عدو باق قال كا. كيف ذاك؟ ألا ترى كيف لان موسى مع فرعون واشتد على أخيه هارون حتى كان منه ما قصه الله تعالى بقوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ميانا دركين سيدا موسى وقد بعثنا هذه فرعون مركو الدعوة أبن دقي إلى إلهي بأيه كل قولا لينا وقد بعثنا هذه هذا هو فرعون. ميانا دركين في المقابل وحكسه رجيلا ولالكي هارون سيدا أقوات كاضي إلا إلهي إنه رقي صوضي قصدي دحمر طيب إن وحويا ملحا إن تسوقت سوتشيدي سعون في هذه الكتر. فهل لأحدنا يحتج عليه بالولاء والبراء متهما له بأنه يبسط لسانه ويده على أخيه ويلطف بالطواغيت؟ موسور توذاقف إن النبي موسى وحجيسو إلى هذا ولكن أفي أزم بواك سيدا يوم قاد قاضي قال ذي لو دبعسا يا طواغيت من حفر عنوات كاوي يوسور توذا شوارت وامايا وايو حكمته استعمال يا نبي الله موسى عليه السلام يضع كان سطي إنه فرعون ودبع سناده ولكن قعد كاضه، لكن ما هو وحي مطردة وفي كل وقت وحينة لكن وحسب الأحوال والمناسبات مركة. ولذلك أي عرب وحي سلاهنا أخوك من صدقت لا من صدقك ولالكا وكرمت كوشيك لا من صدقك، لكن كون نعم لا يوحول بالنعم كالسي هرين يا ما. بل ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنف العلماء من أصحابه إذا أخطأوا أكثر من غيرهم. ألا ترى هذا الموقف مع معاذ بن جبل وهو من كبار صحابته؟ أفتان أنت يا معاذ عندما أطال الصلاة بالناس؟ متفق عليه. بل نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أحيانا وحوكعت كان في صحابتي سوق فضل قبضا له وهم كان ضرون له أي كعت كان في أو سي أبي ولها ذكري يا نذركين سيدا. أما هذا الكوكور نبي الله محمد صحابي معاذ بن جبل مركي قوم كيس صلاة وكم ديريي محاو كوري أفطال أنت يا معاذ معاذو ما فدنا بضنا طاي حتى فعال بلغ عبر صيغة المبالغة كثير الفتنة فاتن لما ورن حتى فتان مركا وحل يدي مفسدنا بدنا تاي كثير الفتنة يا معاذ ميا تاي، يعني وسؤال عنفي هي تعنيف في أتخين أي كلها عن تاي وحكى صور كذا فلطفهم على أعرابي الذي بال في المسجد كما في البخاري وغيره. قال انت وحكى صور كذا سحابك فاضل كا معاذ بن جبل يسوى النبي صدا وقعت كاضي أي أحد نوحى قابل سن سيدو وقد بعثنا دي أعرابه إنك رباديها كان مساجد كيسكاكاتشي مع رسول كوري صلى الله عليه وسلم مركي كلب وذين صحابة وردائية هذا ما يستكادي ده مركو لما يستنوا هذان بياهم وقدر شبا مركسا، يعني أعرابي بني كما فضل بدنا معاد معاد باك فضل بدنا هو من كبار الصحابة لكن فضلك إيا قربك والنبي محمد قد واوحو كان صبي إن النبي بمعاد كو أطاده أعرابي لو دبع سناده. إذن
وإنك فهمت وفقك غيالتا ولالك فضلك إيا كرامتا كامضا إن أطاع كان كرتو لحيت على أتكتب في الرجوع سأودي لكن هذا ماذا حوصة لاحظه أوتر هذا الله مرد عمي دقاق ولالك يبقى متين هل نوما تشيقين وانت خيامي تولال لماذا ينصعي أقولها وانت حركات وعيكو شباب الحركات الإسلامية محاين هياراتك إيو وحوين هزائمك يعني واحدة تلو الأخرى محاوصة بابا يلا ما وضحت لي نقد بوحة إلى قاموس وذي بكم مشروع كن جرائم هذي قلان وصف إلى علي هاي نوصواتين وحوية انتهاد بين كترة عدو باي النقابل سن يا عدو بصوري أنا أضوه شبه يمرك هذا خطأ هذا كادوين موقت هاي أضوه خطأ هذا مرك هذا إنها كل آبطه إن هذا أضوه السبب تايزي مده ألا ترى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين قتل في المعركة مشركا بعد أن نطق بكلمة التوحيد يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ورسولكم صلى الله عليه وسلم حديثه صحيح أسامة بن زيد إنك مشرك أها إلا يانك أها يا صحابة أك أقماضي مركي أوضها لأن قرتك كريسفت ولد الشوكسدي هيا محاول مشركي لا إله إلا الله مركاسو راعي أسامة كنو توجيني كذب مركو أشهاتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي الله والرمي وحود أسامو موحد شيء لا إله إلا الله انتو يري كذب محاطو سمين لا إله إلا الله مركي قيامها تماضي يضو صعطة الشاهد من الحديث وحو أسامة ويري مركو صدا أدق نبي قولها ضلي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم حول أسامة وحبنت مني أوضوني إن أنا المالين تاكوهر مسلم باها إن أنا المالين تاكوهر صو إسلامه أيان تمنيي ذنبي كان قليع علي سكيسة هي النبي محمد صدو إلى حضي أذي قيدة صلى الله عليه وسلم إذن أيها الأخوان في الله وإن أتفهمت يعني تعنيف كقفك اللقوء أبكاذا إني من مصلحته طيب في بعض الأحيان كلمة لا إله إلا الله وحي إلى لسي أوحى في الضي مشرك دقيقة كهر قالها مجرد مركو كنا واقعي حتى أسامة مركو قالها تعوذا وحاوه يرسي نفسي سيدي قيسو إلى ليه محال قولي أشققت عن قلبي وميادو الكيسة شاحلي سيادو وقاته وحاوه يريني تايكو بدبات وما أدرك محاكو قيسيه فماذا يجيب الاتحاد فلو الاتحاد محيك جوابيا هذا الحديث وايو وحين قرنا إلا dagaaladay ka galeen bari iyo galbeey waxa weeyaan waxa ah koonfurta inay dad wada ashaadanayo la ilaaha illa allah leh inay qorta ka gureeyeen waxa shaahiday oo waramay dadka ka toobad keenay qoriga maalinta haystay ma aha nafin aan ku iftiroon oo waqay taariikhiya oo faabida tusaynka uu sheegay shaakh kamida culimada waaweyn ee hadda aan ku jirin ka toobad keenay waxa kamida dad salaad asar soo tukaday oo sujuudii ku taalo weysa qaba ayaa waxa weyn ee riyada mantiqada la qoray ay qabteen war muslimiin baan uu noo casar baan soo tukanay idinkaaba casar kana dhaafiyay way mariyay hadaba waa salaadii soo tukanay waxyaabaha la soo waxa kamid ahaa in waxa weeyaan salaadaha adinka labada qolo way ismaqlayaan waa la isku soo tukanaya haddana iyadoo la weeyso qaba la isku bilaabay ayu jihadin haas wa jihad ka itihaad laakin ma aha jihad ka islaamka iyo ahlul iimaan ku ay qaanaan fadaaixdooda waxa kamid ah أي سبان ضدكي حاضرين قوبتو قاية ما أنت كتوب ضدكياني بالنسانهم مشافعة رأينا ومشاقين بنات المسلمين بورتا سليد مرحي قلان وحوي يبا الله أصبرين ملعان كتفوقين وآذان كاللقا مغليو أي توقان هضلها مسلمات كمركا إيقا الراعي أبا ياشو دي أولي ذو إلا النبي وحول الله نكاح إلا بولي وشاهد عدل وحرام ولي يديو توقى بدينا تكمهرسو فما إحنا بعد وحكم إذا علماء دي مركا كتير أي تلمامين ترى أن كيرين سدح بقولي نور يتوبن هبلوك إن حسن داهر أويس وأمير كورا مركا كأنه إنو يا أمير المؤمنين إنو سلطان كي يهد مودة إنو يسقو مهرين يدط وكو تلمامي مجاهدين وايد يا أبياش ودوا قوة الله بقى الله ما يوابا لتكفيري مركا ولاية لو يديسان مايو وحب الله أخري يا سبيرن يدون لقبرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هبلايوي أباوي لكما حسن داير بكم مهريني وحيابها بور سليد كدعي مركي كتيرين وحنوشي نعمرك الفضائح
iyo waxyaabo laga yaayo qoraayo la soo koobi karin ayaa ay galeen laa ilaaha illa allah halkay ka marayaan marka kayfa tasna'u bila ilaaha illa allah idha ja'at yawm alqiyamah inda alittihad laa ilaaha illa allah waxay ilaali weeyday oo dhawri weeyday kuwii ku dhashay ee ku sujuuday ku soomay ku salaaday ee waxa weeye sujuud halka kaga taalay waxba way tarimay leesh لأن النزعة التكفيرية هي كجرتها بل أمير كود وحبو عديني إن شعبك الصومالية باهين معسوم الدم وأنو هاي ناعتلده بي قولها بقول دليل بانو هايستا ديقة صومالية إنانو معسوم باهين ووي بناي هين انضاضيو وحمركا عدو قاليسا يعني فضائح دا تاريخ داعي كوكومين ما انتنا أسكو دا أني سومرين كرين واروانو الدم بابنو واكن نقومي مير دمان يا نطيس دا إلهلا أهلو سنو وحي مستعدوا يهين خطأ كالصو كدعا على الملأ إنا إلى هنا وكالصو بطكين هذا خطأ كو عذابه لكن إياق الله كريم مايو أوردن بيل دبكا كلول اتحاد يوحو قلي باطل بوها يوكان نقوم في حدان تال اللي يدن كو كرين هذا راد كيس تمحاد عنا وانك وراغاك ترترس المر يتكال يدين اتحاد بلا لبه لازم إلا بصا غيرتان واد كيستان واي وحاول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع أما قبل هذا عفوا إمام الذهبي في السير وحكو صورة رأي مجلد كالبات سبحانه شنبقل وحاولي انتفع أسامة أسامة واكو انتفاعي وحبي أترطي ما علمتي النبي وكوري صلى الله عليه وسلم فكيف بلا إله إلا الله يا أسامة وحبي أترطي أسامة مركا وحاولي فكف يده ولزم بيته فأحسن جعنتي سوال لابطي أفكي سنواها يستي قريه سنوا لازمي ولا أبغان سمي بمعنى وحو إشارة يا إمام الذهبي يعني فتنة مقتل عثمان عثمان بن عفان مركي الذي لي فتنة أسامة كما قيب قادنا وهي محاوح تري وأنفعي كيف بلا إله إلا الله يا أسامة وحميدين ترسى ومكوان توبيسا يسمى أنت نوحد ليذين وحا عراق صعد واجهات غياب مايو مرك عيسى وليه واجهات وايو وحنا وليا بين ذاكي بوساسة إيا الله أصبري كدعي إيا قاريقا من إيسان وحويا المساكين تعراقيين تاكو يوقع انت دا وقوش الله بدا حقر حنايا وإسلام يضو الجهاد مريكا الله دقال لما إياه يعني وحويا يقال إيا الجهاد الله دقال لما هو مشروع مسلمين تو ودمدو دا إلي دفاعا هو مشروع لكن وحا ما انت عراق كالصعودة قف عقلي لله ما خلدي كروا جهاد إن سا عراقي بعد انت واقي بريبع إشويديو إذا عدها دقيت كم maraykan baa ku dhintaa waa haysta waa qof ma laba waxa la gumaadaya go'aya waa shacabka iraaqiyiin ya lil asaf waya hasratan ala al ibad marka nin soo cumaamatay marka dadku hortiisa u kareeyay waa jihad waa jihad hadal jihad ka gaar biisan lagu keenay waa nagu qarxinay wa qala shaykh al islam ibn taymiyyah fi al majmu' mujallad 33 safhada 33 iyo 50 waxa wii al mu'minu lil mu'mini kal bunyan تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين وعود شيخ الإسلام ابن تيمية قفك مؤمنك قفك ولالك وحويها إلا بقع موت ومدبتك لا أي ميرسه وعود مركا شيخ وحضر لقيا أبا وسخب إن أنا قعنتك رب إن إلا إن لبحكي أو حب لو بجيت بي أو يعني قعنت لوقتهم يعني وعود مركا لكن أتكين تاج عنت اللي جوأت كيي وحي كان سنة عن نظافة قفك أمها بيو كفر حمرك الضمبة معناه بحوش هذا ولا جي أبا جعنت وين الجات وحنون تمر كاتقوا أتكين الصوف واتم هذا مر كذا نسج عن هذه النظافة هي عبدان كقاضي وعسل لو جش هذا قفك مو منك ولا جي أبا مر كل الرهدين يين اللي جوأت كيو لكن هذو خلاص ككسر نقضه أبا يجي اللي جوأت كاضي وما هذين إياه أضبوا حميد الله أيها الاتحاد أو الاعتصام سيدة تعيشين أنك ويسوك أي مدى هذا كسو النقطان وإذن مهدين دونتان هذان إذن كو أتخانه ويقصد كيبو وإن تراجعنا ولذا أمدنا أدهرت إذا كعن باريسان أفاعيشي أصميسان إنسا هذي الله إذن كيلو قيل يا ألي الدمية نغاية ستان وحق الله نوضح يا مجر الأمر الدين أرنتوا الدين دين لقاء مسلمائي وعود على الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة مجلد كفتحات صفحة الله بقولي اللبا تحت عنوان الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب وحويري ولا شك
أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو في الدين، وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. وحشيخ ابن رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحشك الآن إن شريعة الإسلام إلى دميس كثيراً أي كتمت إن ذاتك اللوغة دي الدين تأين لغو تلحتغو وحنا أمرتي إن ذاتك وضل حق على اللوغة يارو إيضو اللوغة دي هي حكمة هي وعد وناكسن والجدال بالتي أحسن إن لابد وضع ضريقة وناكسا، ولكنها لم تهمل جانب الغلظة. تبعتنا أنت وإسكا قبصا شريعة مي إهمال أضيقة والشدة في محلها إيا ميشي ذاكم مناسبة إلا أتكاده مي إهمال حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي أحسن. مركي وحدة ترويده تبعتنا أنت يصوبا صلاحه هدو وحدة روايه والله أتكان يا عنسى يا إيمان إيا شدة وعو ربي رجل شأنه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نبي الله قال ضي المنافقين كالجهاد كنا أكو. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هو إيمانك لقيه اليوم لبدك الله ما هو قال ضي بن سوحك أضيقنا هيدن كهلا. وعزلوا ربي سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هو أهل الكتاب هكولا دودنا إلا طريقة وناكسا مويه نحال لغا سوء استثنوضي ولغا سوء رابي إلا الذين ظلموا منهم هو ظالمين تأمويه هو ظالمين تعناد كأي مكابرة سمعية ولغو أتكار يا إيغا. وعو شيخ يجي أما إذا لم ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر آياتك وحد ليشني هو شيخ ابن باز رحمة الله عليه مستر كاسانا بغن قنكرتها وحمش السياسي قارعانيس وأسألقوا على علينا يا الإمام ابن باز لكن وحن ما أنت مالها كما قال آيات كي قال هذا كهد لي أي مسلمين تي لقدو ذاكي هذا ردي هذا خلط كي اللي يسكد دي دي عبد الله تماظه آيات دويكو هاي ستاي أبو وحد واي ستاي زي دي عمر يا علاني إني كسو دكتي طبع يان قارو ميل كنولا آيات هذا بلغها اللقا شو حي كهد لسي أما تفرغ هالنقضة أما خطأ كلا هالنقضة دويكو هاي ستا لكن قفو البنسيد كيسو كلية oo kaafir kula deeyay inta kaga haboon ku kuleeyay adna inta ka gashay quraan ayaad ka tafaruq ka hadlaya haddii ahlul kitaab fi diinta ku kala tagay ay rajilayeen adiguna tafaruq aad muslimiinta ku sameysay adeer masiib kaga kulad ama yar isama baxo laakiin waa jahli ama waa tajaahul illa yiraahdo dad kale ka hadal talo ibn baas miya taalin baas waxaan filayaa inaad ku dhiranay hadaanad ku dhiranay waa ka ku dajinaya sabaqan wa laahiqan هرنا وهم قشين فتاوذي هره ايو حويان لسو نقليين. اما اذا لم ينفع واستمر صاحب الظلم او الكفر او الفسق في عمله وحشيخوا لي هدانوا وحبقوا ترين لين كاية دبع سنان وقفك الظلم ايه قال لماذا ايه فسقك ولا عمل كيسة دائمه وقسي ماذا حضيقه ولم يبالي بالواعظ والناصح وبقى بيه لنبقفك اون السيحين ايه وحشيق ايه فإن الواجب عليها الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة مركا واجب قوح المقول ايا ان قعما الله يسكق بتوصي عدق الله ونقمه مركا الدبع سنانتي وان لقد قد بيا او هذا يجيب اللو قد بيا واجراء ما يستحقه من اقامة حد او تعذير او تهديد او توبيخ حتى يقف عند حده وينزجر عن باطله ايو ان لقد ريريو وحا امطيسيو اين حد لقو اوغو اما برسل تعذيرو اما تهديد لقو سمايو اما اللوها انشبو هذا لقو اتكيو إلا وحويان وكتشوف سدى بادل كيسو عند حد يستعب هذا الكاتو حوها هذا الكي شيخ ابن باز رحمة الله عليه. ولما كان شغل الأحزاب التجميع الغثائي والاهتمام بالكم لا بالكيف وكثرة الأطباع والأصوات غض طرفها عن هذا النقد حتى لا تخسر الأصوات في الانتخابات وغير أحزابته يعني وحا أقوين أي مسكح ذكوها يعني كم مشغول سيهين مركو النقضي إني ذاتك أروريان أون إيقون أفير سنين وحي أرورين أيان كيفية ديسة إيا جودة ديسة إيا وناقيسة إيا خلسيس إيا سحديسة إيقون كلا إيقين وكلي وحا همي قلين يا أوي هاي أروري أون أروري أوتي لدك بوح مركي همي قوض كان نقضي أي إن ذاها كاللابتين إن لسمعيو النقض الذاتي وحلا رديو هبلا واد خلدان طيب جماعة فلانية وخلدمت أي وحكة شو إن ده هي كلابتين وايو ده وحي خسارة يعني أتباع دي أصوات دي أرورسانية أي خسارة ودفتين من
kuishalim takfiirinaya xukuumadka ee ahlu sunnuhu markay yidhaahdaan war waa dowlad islaama oo samci iyo saacale ee bal u kaadiya kuwii lahaa ayaa laga yaabaa maanta inay baarlamaanaadka halka ka cidaysataan isleeyihin oo talow goormay khaldan yihin. Markay takfiirinayaan ay dowladda waxa weeyaan ka dhigayaan dowla aan islaami ahayn iyo marka ay karaasida ku socdaan oo iskama cadda markaa wuxuudu inuu yahay kursiga siyaas ku gaadhaa un laakiin kolba dariiqo. وعن لنا مركا ما دام انه لا بد من وجود مخالف قدرا فلا بد من التصفيه وتربيه الشرع ما دام قدر كونه كدرر لا شرعا والى غير ذلك ما هذا خلافات لكن ما دام قدر كونه وهو وحل وقدره كونا ان لك لا تبع مخالف له لو مخالف ليم شرعا وحل لازم ان نقطه مبدا التصفيه وتربيه ان لنوليه التصفيه هو مخالف لمخالفه ليس oo islaamka kusoo daray in laga sifeeyo wa tarbiya oo ah in dadka lagu rabeeyo calaa hada alislaam asafi annaqi alladhi lam tashufhu shaa'iba islaamka saafiga ah ee laga sifeeyo khuraafaadka iyo bidaca iyo khuzacbalaadka in dadka lagu tarbiyeeyo laakiin awalan qabla tarbiya atasfiya tasfiyana iman mayso hadaa tiraahdo mukhaalif qabla hadli maayo safka kale tagaya hadaan intaa kaga baxno in shidada iyo liinka liinku asal yahay laakiin shidada marka loo baahdo la isticmaalo waxa kaloo asal naqdiga allah na tacarrada ila lacyaan inaan dadka afraad hebel iyo hebel loo tacarrubin ayaa asala wa qaacidada asalka ee qabso laakiin idaa lazima alamru marka ay laazim noqotee loo baahdo yucayan labadabana sunnaha nabiga ka qabso waayo haddii cid lama magacaabo uun maskaxdaada ay ku badan tahay bal hadda in la magacaabana sunnaha nabiga waa inaad dhegaysato. Asalku waa cadamu tasmiya fa fii sunani abi daawud min xadiisi caaisha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ida balagahu can irajuli shayu lam yaqul ma baalu fulani yaqulu kada walakin yaqulu ma baalu aqwaamin yaquluna kada wa kada. Waxay caaisha tii xadiiska abu daawud sunantiisa uu kusoo saaray nabigu waxa uu ahaa marka arrin ka soo gaadho dad marka cid arrin ka soo gaadho waxa oran jiray ma baalu fulan muu oran jirin hebel muxuu sidaa u sameeyey laakiin wuxuu oran jiray dadka caynkaasihi maxay sidaa iyo sidaa u sameeyeen oo waxaa laga yaabaa intuu masaajida ka kaco inuu idhaha ma baalu aqwaamin yaquluuna kada wa kada war dadka sidaa iyo sidaanihi maxay u jeedaan isagoo hebelkii garanaya hebel muxuu ujeedaa muu oran jiray waa asal laakiin marka loo baahdo tasmiyada ay daruuro noqoto ee bidcadii iyo khatayii waxa weeyaan ku reebtoomi waayo ilaa bitacyiin yucayan iyadana shawaahida sunnada ka qabso. Nabigu mucaad oo min kibaari saxaabati ah muxuu ku yidhi afataanun anta ya mucaad war mucaadow ma fidno walaa tahay soo muu magacaabin miyuu yidhi maa baalu aqwaam qad sama waa magacaabay. Wa fi lbukhaari min xadiisi curwa can caaisha ana rajulan istaadana cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam falama ra'aahu qaala biisa aqu lcashiira nabiga nin ayaa waxa weeyaan ka idan dalbay inuu usoo galo oo waxa uu ku yidhi nabigu markii uu arkay biisa aqu lcashiira waa tacyiin waayo ninkii uu arkay biisa aqu lcashiira kuleey. Sidoo kale fii muslim min xadiisi cadiy ibni xaatim ana rajulan khataba cinda nabiyi sala allahu alayhi wasalam faqaal man yuطic اllah ورasuulh faqad rashad wman yacصihma faqad gawa faqala rasuul اllah bisa اlkhaطiib anta qul wman yacصi اllah ورasuulh faqad gawa. Waxaa nabigu maqlay nin khudbadaynaya markaasaa waxa uu yidhi man yuطic اllah ورasuulh faqad rashad wman yacصihima faqad gawa. Nabigu waxa uu ku yidhi bisa اlkhaطiib anta khaطiib adaa ugu xun khaطiib yacni nin khudbadeeya adaa ugu xun. Maxaa nabigu ku inkiray waman yacsihimaa damiirka ilaahay iyo rasuulkiisa uu ka dhexaysiiyey oo maxaa uu yidhi war waxaad tidhaahdaa waman yacsi allaaha wa rasuulahu ha ku jamcinin damiir keliya ilaahay iyo rasuulkiisa kala saar oo waman yacsi allaaha wa rasuulahu dheh waa tacyiini. Xadiidkii bukhaari min xadiisi caaisha imaamu lbukhaari uu soo saaray waxaa nabigu yidhi ma adunnu fulaanan wa fulaanan yacrifaani min diinina shay-a waxa uu yidhi umalayn maayo hebel iyo hebel diintayada inay wax ka garanayaan soo hebel iyo hebel magac maa waa tacyiini. Xadiidkii muslim ee ku jira min xadiisi xuseen ibni cabdiraxmaan an cimaara ibnu ru'ayba waxa uu yidhi
عمارة يا وحوار كي رأى بشر بن مروان على المنبر راسعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المصبحة وحوار كي عمارة بشر بن مروان هو منبر فخطيب كي منبر كسارة ويا وحوري وحن أركي رسول كالله وأن كزيادين إنه يراهض إنه وحوي أن سرتي سام مصبح هذا إنه كرو تعبه يعني سنة الخطيب على المنبر بركو دعائنا يو وإنه مصبح هذا أما الصباب وكلية وكرو تعبه ما هصل إنه بدك عمود بتعبه هو مكو إن ما أنتي إن لنا لديهن وحولنا لا إله إلا الله شيخ منبر صار نوقعني كرو تعبي أيا كفك وأيو كلا لنا بشرب ابن مروان محصورا صلوا قبح الله هاتين اليدين يعني وحي كوكل دوين ضد كان إيه ومضي هره ضد كي هره وحي أهين ضد أبي بيو أضم قضاء ودرين كودي مشاعر تود وكعضه دين تربى مركب ميلك قدعه كون ما أنتم حيو عرونا يا جماعة إبلا يد مركب الله سوقه حبي دين كلا دريري مايا هيب المركب الله سوقه كلا بيح ميسان دين تلاكين خطأ تنتكك كذلك حديث كي إمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها عمرو بن حفص أي واحد كريم مركان حلال وليد النبي وشاجي عدلي دي أيضا ماتي أي النبي كولي أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطبان لكن معاوية يا أبو جهم أي صدون ويسو قيد فريستي أي فاطمة كنت دي النبي وإلا تشنا وهي أرهن كذي مصير كذا هي عدة أي حياة مشتركة لقى ليس أي ثلاثة شنا ورسول كريم صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما أبو سفيان وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة ابن زيد وعرسول كله صلى الله عليه وسلم منك أبو جهم لا يراه ذا وشبه قرب كيسا كمدكيو يعني وأن من دمر كآدي آدو قراء عصبلا معاوينا وأننا ما الله إنه فقيرة شاهدنا من الحديث أسامة ابن زيد بورسا يكوش حديث كواحد قبض الله الصحابية داسي رضي الله عنها وأن عي مركي هرب سامان وقورسة إذنيه مركو النبي مر لبادي قعليان قورسة دي وحيث لمركا فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطه وحيث لخير بضنبا إلهي إيه لو يدحق لي أسامه وأن كم خبين مركي ضنبوه يعني كما شو إيه خير كي إيه براريه من آدي آدو فرحي وأنا حقيقة هذه يتير دور شل إلهي رسولك سأيكو دورتان شيء أي خيرك كتيرا ولو هوداد يوافق النبي محمد ما يوافق ذي اختيار كيسي وطال إلهي وأي بركي أسامي شاهدك وحوياهي أبو جهم حال كيسي بعدي معاويانا حال كيسي بعدي جميع دور النبي محمد واسده كل الكدع ميسي دينات هذا هو أفلق ديام وعائي صلى الله عليه وسلم ودين تاغابتك وايه لكن واحد أقاتا طفق حال كيسا دل عدينا نبي محمد إلا قضينا أيه وصنة من سنن رسول الله طفق إنا تلاهده أما فلان فهو كذا وأما فلان فهو كذا سيدا درادد عبد الله بن مبارك وحو سيدا كما في مقدمة صحيح المسلم وحو كون انشري على رؤوس الأشهاد سيقون قرسنين ذاتك دشودة دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف والهوي منك عمر بن ثابت نيرا اسكي الى لي حديث كيس سلف كو عايش ردتي وانا كلا يخرى ايه فرقاسا ما انت وحا يمنى يقف عصر النول او علماء السنة الاحياء والاموات هو ذا النول يكو ذا بن طيبة من حيث لا يشعر في هوسة غمزي ايه اللمزي وقصة ما يليا يسوق الله غيا بين الدفاعي واحد حزبي وحويان ظل واضل الناس يسوق الله ما يتسكين اللميين صدق قاركوز مرك الله يرى فلان ظل وأظل آد بيولع الصوت كأنه كفر بالله هذا الظلامك ووحل الله وحي كتاب في سنة خلافة فماذا بعد الحق إلا الظلام فأنا تصرفون ظلامك هو شيء كسوء كتاب في سنة خلافة في هذا ذلك حزبية وآساسه أود أبوي يرده والله كن شير ما شيخ هاتي فقد ظللت وأظللت واظلم سيدتك واظلم نسا وهي البدعة ذلك أصلا سيدتك لأبوي يرد ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فقاطوا حكا سيدرا مركات قرآن كإلهي الضونتين أضغبار باردو بدعذا لو حكو تبريرسو أشدد به أجري ميرا مركات وقاله
كذا بين نظيمة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني فقال ونحن عنده ليطلن عليكم رجل لعين فوالله ما زلت وجلا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم. وعود حديث عبد الله بن عمر إمام أحمد مثل كيسا وكسا صاري وحن أكفد إني أيود عبد الله بن عمر نبي محمد صلى الله عليه وسلم بركاسا عمر بن العاص أي دركي سيدون تيسيه إراعه أو إسوها ليره مركاسا وحاويد النبي وأنك ولا تشوقنا من ملعونة أولا نعضلي بائدين سوقلي دونا تيدو حاويد والله أجزان أجي قشوغن نحيوه أنا أجو عبصانيا أيان كيب بحيي كي سوقلي يبطلوهن قتاقي والله فلو الله عين كاتوا أيوه وغيدو حاويد حكم باصوب لو ملعون كين لغضي. حديثك صحيحة عند ابن عطبة وحي لهايد انت رسولك وكمد هند بنت عطبة ايا وحي لهايد إلا أبا سفيان رجل شحيح يعني منك أبا سفيان ليلا وان بخيل يعني يا أولاد زيد مال كيسة وحن نضف لن مكاق هذا نكرر الشاهد وحوي نبي قوي إقراري إن أبا سفيان رجل شحيح مرغي تري محاض مقا عادة زيد شاق مورا وأصبي وحن كوي رشادي فطولي صح لهايد وحويلي بالمعروف سوى ناس نوحي كفاية دينها وبقاطة هدان يدينها قربحين وحكم إذا تشديد على المخالف إن لبو إذا كذبت يا فلان بين باطشين مسلم الإمام أحمد وحكسه ناطي النبي صلى الله عليه وسلم سحابي أبو السنابل مركي أي سوق هذي إنه فضوه هذي إن قبضا من كيدو قدن فهذي أور لا ذهي آلي ولي قد حلال وبين أوني عدة بحين إلا أثر بلوضي يطفى العشاء يقول رمضان أربعة أشهر وعشرة ساسو فضوضة يضو حاملة ولنك يدي كبن صي إنا نعدد بحين إلا أثر بلوضي يطفنها بين أيسو ويدان وقال سيدها فضوضة مع النبي قولي كذب أبو السنابل أبو السنابل بانبو شاقي فطوضة سوا فطوة خلضا يا اللي قولي كذب والصحابي قال فضل غي كرامة بضن يعني وحل وكي ذا عدة الحامل وامحي الوضع وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أما مطلقهن نقطة من الفري أما متوفى عنها زوجها من زوجها دي لغا وصل لغا انتهى النقطة مرضى هذي زوجته حاملتها ومحي عدة ليدو الوضع يعني انت يكون مليسو ما يهدين كلية قدم بيس زوجك دي مرضى يعني بعد الليلة واحدة هذي أمشو فقد حلت وانتهت عدتها يعني عدة ليدو ووضع الحمل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الشاهد وعوياه مسألة فقهية أمرك السحابي قاسك خلضمي ومسألة فقهية ما ها عقبي ما ها منهجي ومسألة فقهية وابو خلضمي كرو مع رسولك كله كذب أبو السنابل هي عبد الله بن عباس أحد التابعين مسألة من المسائل مرك خلضمي مع أولي كذب عدو الله الرقي هذا كذب اللي يدي أدنا وحل غي أبا من التلبيسات والأكاذيب من الحنباري بكري ويدي هذا بقول كذبا نحكي في طالقية بشريتها هذا نجيه نياه وإنه تحمل كرواية لغية من الأكاذيب لماذا؟ لأنه وحوية وضعي أنا إسكن وعاطه وحن لقع هذي لأن إن صراحة يرونت الله يسوشيه لكن رغو وإن كع هذي شاء الصدق والصراحة رونت هي صراحة إن ضبط هي حقيقة اللي استاسيه ووحبا اللي يسكو جود مريض إنت وحن كنت عفايا الرد على المخالف هي صور طولها هي تأثير الكيسة أهداف هذا وحي ركتها بتردق اللي قليه ما مجرد التشهيبة يعني إن وقتك وحويا بس كلها فينا يوم أما سي قفكو إسكذا راح يصنع أعراض الناس إنه كهضبه ما هو الهدف الهدف الأول من الرد على المخالف وحماية الشريعة مما شابه من الانحرافات وحراسة الدين مما ليس منه وشريعة إن لقى إلى ليه وحلقوا صوت احضر انحرافاتك يعني حراسة يقاق اي ردقوا ايها الشريعة هدان قارك ردقوا كرنا ولو صوت على الشريعة وحن يدين صوت قار الهي ايدو بدعا ايه باطلك الشريعة نحتيفه لكن محي شريعة ودين صوت قار دي ميسو ايديسين ايدو صافية هدقا فرنت وقترو قارك ايه صوما هيا ما انتم يا فرنت الله قبحيا لقد حماي مخالف كثور دونين دين تعالى كثور وحن كم دعين إلهي سبحانه وتعالى قال ودين دينا ما استقى إيه مخالف فدي سبأ إلا عظيم سيدة أهل العلم غير علم غير يدبا يعدين شرين سابقا ولاحقا.
وحالف كلا رياه النصر المردود عليه حتى يعود إلى حضيرة الحق والصواب قفك للردين أيوه إلا نصرين أيوه إلا حرد حق وكسر الله بنا أيوه نصر بيوتا أدر وحد وقاتا مركا لقو الردين أيوه والله قوهي لنا يا نصر بيكوتا يا ضد عقل لنا وصدين نصر قوتا وحد يكتا حديثك صحيحين كتصب أني حديثي أنا وعن نبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما ورورالك او قردار هدو قردنا يا ايها دي لك قردنا يا هيدا وعن صحابة يقول ننصره مظلوما يعني كان مظلوم كأن لك قردنا يا هيدا وهو هيلنا هنا فكيف ننصره ظالما سيدان هو هيلنا مرك إساق ظالم يا هيدا نبي يقول تمنعه من الظلم ظلمك إيا خلطك إيا خلافك وكل آياتك قبنا إيسا كاسا النصر إيا هيلو أدبا فكل ردين إيا حق كوشيب إيا إيا باطل خاق عبين إيا وكوهي لنا إيا لو كنت تعقل وعن نبي يقول المؤمن مرآة المؤمن سيد إمام أبو داود سننتي سنقصه صار من حديث أبي هريرة يعني قصة مؤمن كي ولكن مرايد بوية مرايد محال يسقوه إيقا إن وحي يدبه يوتي قاقا صارا أتكزو لتصو ما ولان كان مرايض بعضه هكا إن بالله خطأ فعرته هيرا لأنها بدنا وحاذات ربك كم ندع بيان الحق للناس حتى لا يلتفص الحق بالباطل وسنة بالبدعة وحتى لا يتخذ دينا ما ليس بدين وحكم إذا ضدك حق إن الله عضيه صافئة سيان حق أقوده من باطلك وأدح قلن سنة نبدع هذا أقوه كان ضدك نوحان دينها إلى الدين وغلقان طب وحول جل شانه ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون ونهول حق باطل كله هنا ما أشد هذه الآية على من ينتسب إلى العلم والدين ثم يلبس الحق بالباطل ثم يحاول أن يجعل الباطل في صورة الحق والبدعة في صورة السنة ما أشد وقع هذه الآية على من هذا حاله أيضا لكو أذكى ودرنا قفك الدين هي علم أنس بشيغان إياه إيه دون إيا حق إنو باطل كده إيه دون إيا سنة إيا بدعة إنو يسوء كيسيه إيه دون إيا إسابو كتابك إلهي وحكا بار بار إياه وميلا وحبه بوترين دون إيا إنو ضدك شيئا سنة هاي سنة وكده وحن سلف قبصمين هذا وعدك يا آيات ربي وحول حق إيا باطل كيسو ليهنا حقنا ها قريننا وأنتم تعلمون إذن كو قرن إياه وحي آيد وآد يآد مضح وقدر عيسى ذاتك إيقو علم له حدا اللي يحنية وشيدة دونان هكلا هذان أما حركة إلالي ويك الأردية أما مسلحة الدنيا كو إلاشو أما منصب يا مقع بعض ليه ظهو وطلوا ذاتك وانكدح بحضو يا مقع فوصة مين وحا دونتا يسكو قنعي شو بهذا دونتا شيدان كو أكو وحيو وفي صغو علم له وحو أبي هاي إنو بادل هاي هذو قريو ولا آيات سواها يستطع وحن أبه قارف ربضا وكب احترى جماعات كعلمنا له يعرفون الباطل لماذا جماعات وإننا أصل الله إنو أفكود قاركود لغم قلي وهذا لأن كبيرنا إنا حق الشيغة إلا الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلهي هكا قبقان ووحن دينها إن ذاتك دين وقدقين فالدنيا أيام معدودة وما المكرة واتكسع في الدنيا راد وناكسنها كار وهلقا قبيض وعكم إذا أهداف ردق إقامة الحج على المخالفين لدعوة الأنبياء والرسل وإزالة الشبه عنهم معذرة إلى ربنا ولعلهم يرجعون إن حجاب اللبوء هو خلاف دعوة الأنبياء والرسل شبه اللبوء ليه سيلا يكفي سعود الدار أن وضح الله إيضنا أي أصه النقضة إقامة الحجة للمخالفين على المخالفين لدعوة الأنبياء وايو الاتحاد هي عدة اللمضة هي أهل الأهواء كلي ولقوا الدفتح المجيد هي الطحاوية هي العقيدة الواسطية آخرية لكن فقد خالفوا دعوة الأنبياء والمرسلين وهي خلافين صراحة لا لبس فيها كيف ذلك؟ لما فتح المجيد ما إلهيك هذا بيجي فتح المجيد ده صلقوا تفسيرين أيوه وديك الله قد ما يصير أيوه ووحويان بدعوه لقوا دوب دوب أيوه هم قد ما يفتح المجيد وإن أبو قابسة أخرضا ذات كان أبو أخرضا سدوا إياهي لكن نصوصة إن تدقورت قبطة هذا دوسو تيري سوحة دون أيسو
فليس لك بفتح المجيد، فقد أسأت وما أحسنت. وحكمد أهداف الردقة رفعا لراية الحق الواحدة وخفضا لألوية الباطل الكثيرة مهما تعددت وتنوعت. إذا قرر وقاضي الرايض حق إكرية هوي وحد أقاتها حقه على كل يوليه حمود طبعا على حق وحليه الراية واحدة وكتاب في اسم مدعي تاقين ما أنا عليه واصحاب مركة تاسكر الله قاضي هوسنا الله بقى ألوية الباطل على مدى باطلك مهما تعددت وتنوعت مدى عيدون تهيالته شعار كيدون تكره وقاضي منهج كيدون تهرعه وضكه وكينته مهما تعددت إلا خفضيه. هذا هو الهدف. ولا ينصرن الله من ينصره ورسله بالغيب إلى هنا وأن نصرين يا عدة أقرقار سير سشي سبع إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فما أريد أن أحيث هذا بيو ها نلقى ذنب يسوي ماذا ولقيت بأحزاب تناس عفو لكن صنة إيا سلفية أم باباك النقل إيا حقا وحاهدات تكمد ردقة بيان أن الحق واحد لا يتعدد وكذلك الطريق إليه عبين صلى عبين أيه إن الحق يهين مد أن لبأهين طريق اللبو قارانه يهين مد أن لبأهين قاعدة أنا قبصوها قاعدة ذهبية حق وامد لبماها هو قابل من اتحادية سلفية ده دحلو ده حقه إنه كل ما يو كما الله مكان مد أن بحق وحنن يقين سنة السنة إيه سلفية ده حق إلي تاي إيه لباطل كتاغيه لكن ما كان لا يرمد أن بحق ومن باقي قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين نبي عمر قصد لها ما شك يقين كذا سبيا حق إن طائفة النبي محمد يكتها قلت النبي هو يقين سيئا لكن قفك متيقن كأ أي أسلوب كما عاصة كل واقعه معنوه وحوي هاي دي أمضى هنا بينا هبل يهبل كويراي وإسكعطا يعد بابي ذا كتها قل يعد هنا وصلا مركا ثلاثية دي أحزاب صلى يتبربر لغا ينا وإسكعطا هاي عد حق النبي محمد كتاب ما أنا عليه وأصحابي إن وحنا ككرب وحنا أنكدن بذك نطاه وباقيسة هي عدة التي مددع هي زيادة ما لم بمر عصب هي مر عصب لينا وأوربين أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأوربين وشد كي توصنا وكاس الراع وشد كلية وذي قوين ككبا إلها الراعنا في آني كتك توصل إدين كليح الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي مركو عايدة فسيره وحولي وحد الصراط إلى هاي كتك واكلي يو مفرد مصنعية مع مدنا معها وأضافه إليه نفسي سؤال له تيري أو يا المتكلم كاوي عن صراطي وأنيقى كتك إدي بره بإيل وإضافة التشريف نفسي سائل هاي تيري لأنه سبيل واحد موصل إليه ويواجد كلية قدتك إلهي قارسية هذا المرة بتاع إن الله سبحانه وتعالى أنك قال يكو قاردو جد كلية قارسين أيوه وكي النبي محمد تحي فضوى ضمعها سنة درادة إذن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في السنة لابن أبي عاصم انتو خط وصلوا ذير تحي هراري سنة قدود يريرك تحي أيهو ركات واجد كي توصنا إلا أنا أمري متابع عديث كو النواء وذيقين كي شيطان كأو مدول بشيطان باكو تاقن دتكويري شيخ الألباني محمد رحمة الله عليه لا شك إن طرق من فراها الضبن لي شيطاني في أي طاي تمت ليس أحزاب فراها الضبن لي إن مناهجت إيا عقيدة إيا فكر كبكوك للدول شيخ الألباني أي تطبقي مكاوون هذا بس لا يصدي شيخ الردي شيخ الألباني رحمة الله عليه وانكسر النقليون عنه هذا الخي جماعة ناقل بانا لكن قائل هذا القول هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مجدد هذا القرن رحمة الله عليه قصرنا ما هيقول لك علي سيئ وحويان وضيقة كالصعور دنع مرتسي النبي محمد ووضيقة شيطانية عدي ضونطة إيا مقعي ضونطة أشر انتين اكو كل منه فرقا فرقا الحقا وحديها تينا بحفظ الله تعالى ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين.